بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن درس جميل بعنوان فلا أقسم بالشفق. هذه صورة للشفق القطبي الذي يظهر في منطقة القطب الشمالي. إن هذه الظاهرة من أعجب الظواهر الطبيعية، فقد استغرقت من العلماء سنوات طويلة جدا لمعرفة أسرارها، وأخيرا تبين أنها تشكل سر عجيب تم اكتشافه مؤخرا بسبب المجال المغناطيسي للأرض. وهذا الشفق يمثل آلية الدفاع عن الأرض ضد الرياح الشمسية القاتلة التي يبددها المجال المغناطيسي ويحرقها ويبعد خطرها هنا، وبدلا من أن تحرقنا نرى هذا المنظر البديع. ألا تستحق هذه الظاهرة العظيمة أن يقسم الله بها؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فلا أقسم بالشفق، سورة الانشقاق آية 16. الحمد لله الذي سخر لنا هذه الظاهرة البديعية، مثل ما تلاحظون تقينا من الرياح الشمس فيها ألوان كثيرة، والله أعلم.